استنيك تكلمني ما تاخرش عليا. باي. يعني مش تعرفي تقول لنا اوصافه؟ بعد اذن حضرتك البنت منهاره، ما ينفعش تتكلم دلوقتي. وبعدين انا عايز افهم حاجه، ازاي اللي حصل ده يحصل؟ احنا هنا في كومباوند وفي امن، ما لو ما كانش في امن كانوا قطعوها لي بقى. طب انت قلتي لي في كلامك ان في حد دخل وانقذك من الحرامي ده قبل ما يقتلك، صح؟ صح. شفتيه قبل كده؟ من فضل حضرتك انا هجيبها لغايه عندك بكره، بس سيبها دلوقتي. حاضر يا فندم، أنا هستناكوا بكرة في مكتبي علشان نقفل المحضر. أنا متشكرة يا فندم وبشكرك لتقديرك للموقف، وأنا آسفة لعصبيتي بس دي بنتي. معلش أنا مقدر موقف بالإذن. اتفضل. متخافيش يا ضنايا، متخافيش يا حبيبتي، لازم نمشي من هنا، مش عايزة أعيش هنا. حاضر. مش عايزة أعيش هنا. اهدي يا حبيبتي. حاضر حاضر يا روحي، تيجي نطلع نقعد فوق. يلا يا حبيبتي، يلا يلا ضنايا. الحمد لله الحمد لله انها جت على كده. كلمتها؟ اه كلمتها. يبقى لسه قافشه عليك، صح؟ معاها حق. اي واحده مكانها كانت ممكن تعمل اكتر من كده، بس انا اللي مجنني. مين اللي قالها؟ عايز رايي؟ قول. البنات يا صاحبي ما بيبطلوش رغي. تلاقي صاحبتك قعدت تحكي وتتكلم عن علاقتها بيك، حد سمعها نقل الكلام وعمل الواجب. بس تعرف اللي عمل كده عايز وقع ما بينك وما بينها. بس انا مش قادر انساها، انا بحبها. يا ابني لما انت بتحبها قوي كده مشيت ورا صاحبتها ليه؟ غباء. عمرك ما عملت حاجه غبيه قبل كده؟ عمرك ما وقعت في مطب؟ عمرك ما غلطت يا اخي؟ وبعدين يعني الدنيا اتهدت. طيب اهدى 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 وكل حاجه هتبقى زي الفل. تحب اكلمها؟ اوعى، دي لما بتسمع اسمك بتتعفرط. هل تكلمها؟ انت عايز تخربها؟
بس انا متاكد انها هتنسى اللي حصل. زعلان مني ليه؟ عشان ما بتسأليش عليا. مين اللي المفروض يسأل على التاني؟ انت رايح فين؟ مفيش حد هنا. ليه؟ قلقانة مني؟ لا بس مش عايزة اتكلم معاك. ليه بس؟ زعلانة منك. طب هنفضل نتكلم هنا؟ ندخل جوه ما يصحش. مامي مش هنا ولو جت ولقيتك مش هتسكت. طب واللي يحب يعتذر لك يعمل ايه؟ كنت فاكره هتعرف ازاي تصالحني. طب وليه انت يا ستي؟ انا ما اعرفش علميني، انا واحد غشيم ما بيعرفش يتعامل مع الستات الحلوه. ليه يا شيخ؟ خلي بالك ممكن الحاجات دي تتحسب عليك. طب اعمل ايه طيب يا سلمى؟ ما اعرفش. المفروض تبقى عارف ازاي تصالحني. طيب يا ستي انا مش هسيب ومش هبعد عني خالص، وهتصل بيك الصبح والظهر وبالليل. هي المشكله انك تكلمني؟ المشكله انك تهتم بيا، انك خايف عليا، انما انت ما بتفكرش فيا خالص. مش صحيح. لا صحيح. انت عارف ان انا كنت عيانه؟ انت عارف انك ما سالتش عليا؟ عمري ما حسيت انك بتخاف عليا. ولو قلت لك اني بحبك؟ زمان كنت بحب اسمعها منك، كان بيبقى ليها طعم. دلوقتي بقيت تقولها كتير، ما بقاش ليها طعم. صدقي التيشيرت ابو 250 طلع 200 جنيه في محل تاني. كنت تاخديه وترجعيه للراجل وتقولي له انت حرام. تصدقي انت كنت عارفه انه هنا صح؟ بس افهمي الاول. لولا انك صاحبتي اللي عارفه ومتاكده انها سلمى بتحبني انا كنت زعلت منك. بس يا سلمى ادي له فرصه يتكلم معاكي الاول. انا اتكلم معايا كتير. بس انا لسه ما قلتش اللي عندي وانا مش عايزه اكون معاك. طب ممكن تديني فرصه اخيره؟ ارجوكي. سلمى انا مستعد اعتذر لك قدام الناس كلها لو كان ده يرضيكي، واي حاجه انت عايزاها هنفذها. نادر ارجوك كفايه. انت ليه مشاعرك جامده قوي كده؟ وانت ليه محسسني ان مفيش حاجه حصل؟ انا عارف اللي حصل ده مش بسيط، بس غلطه. اعتبري ان ليا عندك غلطه وحاسبيني بعد كده على الباقي. وانا ممكن اسامح في اي حاجه إلا الخيانة. سلمى انت مش هتلاقي حد يحبك قدي صدقيني. وانت مش هتلاقي حد يكرهك قدي صدقني.